المشكل اللي عندنا خويا في هذه البركة هنا هذه هنايا هاد البركة من 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 البركات القدام في هذه المنطقة هادي في العمر ديالها ما يزيد على مئة سنة وكانوا فيها الطيور كانوا فيها الحجال كان فيها بزاف ديال الطيور اللي كانت هنا نادرة منهم ديك الدجاجة السلطانية منهم عدد ديال دابا تقريبا هذه عشر سنين بس كنا في هذه المنطقة يعني كانت نقية وهذه مده ديال ثلاث سنين ولينا كنعانيو من هذا المشكل ديال الواد الحار والمشكل جاي من عند ليديك ليديك ربطوا لينا الواد الحار مع هذه البركه هذه ولا كيخوي هنايا تقريبا دابا هذه مده ديال شهر وحنا كنعانيو من هذا المشكلة من الوقت اللي صبات فيه الشتاء وربطوا لينا الواد الحار مع هذه يعني دابا راه الساكنه كلها يعني راه ما يزيد على على 500 نسمه اللي كاينه في هذا السكن هاد المركب ديال الفردوس 5000 ديال السكن اللي كاينه 5000 شقه اللي كاينه هنايا تقريبا كلهم كيعانيوا من هاد الريحه واللي كيعانيوا 100% هما هاد الناس هادو اللي في الجوار ديالها اللي المشكل دابا علمنا السلطات كتبنا راسلنا الناس داروا التوقيعات مشينا عند السيد القيد آه القيد دار الاجراءات ديالو يعني خدمنا الشكايه ديالنا وخدمنا هذاك ودفع على الناس المسؤولين الناس اللي وليديك والناس ولي العماله ولا اذن صاغيه، ما كاينش اللي جاوبنا على هذا الشيء هذا ودابا اللي لحد الان دابا اللي كنطلبوا دابا هاد الناس المسؤولين ما خدوش بعين الاعتبار ما داوهاش فينا بهذه العباره ودابا اللي كنطلبوا هو كنطلبوا الا بغات هذه المنطقه تزيان وهاد ضايات زيان, زيان بغينا شي زياره ملكيه هي اللي غادي تعطينا الحل لهذا المشكل هذا، يعني هاد الناس المسؤولين راه ما ما اهتموش بينا كنت منهم من الله شي زياره ملكيه باش باش تحيد الدنيا الحين كان كينقيو غير ملك كيكون سيدنا جاي لشي بلاصه كان كينقيو ليه باختصار بان الساكنه ضاقت من هذا المشكل لانه مشكل عنيف وحنا راسنا جميع السلطات المحليه بما فيهم الوالي بما فيهم رئيس الجماعه وبان امراض ولات كتفشى عندنا هنا داخل داخل هذه المنطقه وكاين اللي كيعاني الناس راه كاين اللي وصل حتى ل 5000 درهم 6000 درهم في هذه المده المعينه من هذا المنبر ديالكم اللي كنشكركم كاول قناه اللي جات زارتنا هنايا وشافت المعاناه ديالنا وداك الشيء كنعلنوا من هنايا بان غنعطيهم واحد الظرف معين في حاله ما ما يكونش حل جدري بان الساكنه غدير وقفه احتجاجيه امام العماله وامام السلطات المحليه وغادي ندعيو المسيره من هنا لذاك في حاله ما الا تحلش المشكل وشكرا غير عاطيني الريحه بزاف والدراري مضرورين ولاد المدرسه ما تيقراوش خنجاهم ريحه فخان زعما ماشي الواد الحار تيكب فيها راه ماشي جات من جهه الدايره واد الحار تيكب فيها والدراري دابا مرضوا لينا عندي التربيه انا مريضه ليا والمدرسه كلهم مقهورين الدراري الصغار كلهم تيشموا الريحه خانزه ديروا لنا حل هاد الضايه الله يجهزيكم بخير